وصلنا اللحظة، لحظة غادي نسافروا فيها عبر الفن، الفن الجميل دائما مع نجمة متألقة في سماء الفن الأمازيغي. استطعت في ظروف 6 سنوات أنها تلمع وتكون سفيرة للأغنية الأمازيغية، وأيضا هي سفيرة لللباس الأمازيغي الأصيل. وللإشارة فقد تم تتويج ديالها بالسفعة الذهبية كأحسن مغنية أمازيغية سنة 2018 بملتقى مليحة المغرب بالدار البيضاء. أخي حسن، ايه هانتوما ورضاك غير استكمل الوقت اللي غادونيني غلي غادون نقدم غلي غادي نغتي لي يتنزوت بهر دنه عزان تولا شنيه نتما صغا غمسكتين غودرا ولا غوزغار نزرتين غمسكتين الدول الاوروبيه نزرتين غمسكتين ابوس نتما زيرت ولا برا تدي دوما قحلان تربوت يفولكين رديست حاضر غسادي قد ايتلمان غير دردوني نيحة لكن نجح ديتنا زورت بارد عزان لتر توكت الالبومات يمزيغني درفان تسكر الفيديو كليب في الحسنيان اكادير انت تلس الاغاني الخالدات انت حيث مقورن تحضر ديتنا تربوت نا كلتوما تمزيغت سياد تفوق لياد افدت غيك هاد لي تقاصا تنمرتي الشباب الواعد تنمرت نون كلوك نبركات كل مرحبا بكم هذا هو رزق الحاج ربي تنمرت
كرارا